طيب هنيجي للسؤال الثامن معانا في الاندكتيف ريزونينج. يعني السؤال ده يبان ان هو سهل، بس هو طلع فيه حته صغيره جدا كده ممكن تكون مش يعني معظمنا مش هيلاحظها قوي. طيب هو واضح جدا في يعني السؤال اصلا عايز ان احنا مدينا 5 اشكال وعايز الشكل السادس اللي معانا بناء على التتابع اللي هو مشي بيه. فيمكن هنا التتابع سهل جدا، ان هو بيتحرك مع اتجاه عقارب الساعه حوالي 30 درجة، حوالي 30 درجة، 30 و30، 90 و30 و30، المفروض 90 المرة الجاية هيبقى بي أو سي. طيب بعنينا كده بي أو سي قريبين جدا من بعض، يمكن الفرق بسيط جدا في يعني ايه في الكروس اللي هي علامة الزائد، ان هي هنا جاية بالظبط في النص بتاع الدايرة دي، هنا مش في النص قوي، هنا ملامسة النص بتاع الويفي لاين. طيب مين فيهم اللي صح؟ هي حاجة زي كده محتاجة ملاحظة قوية جدا في حركة ال في حركة ال قولوا معايا في حركة اللاين يعني. فلو هتلاحظوا ان المفروض النقطة دي اللي في النص هنا، انا حاسه ان انا لو عملت اي حاجه هلغي اصلا اللي انا عايزه اشرحه. طيب العلامه اللي هي كده، تمام، هنلاحظ هنا ان هي خلاص يعني مجرد ما الخط ده ينزل كده هتلاقوا ان هي بالظبط جت في النص زي دي، جت في النص اللي هي علامه الويفي لاين، جت يعني بالظبط هنا كأن حرف سي اتقسم كده لما دي تتحرك كده. هي محتاجة قوة ملاحظة بشكل مش طبيعي يعني، فأنا مش عارفة أشرح فيها ايه، هي بس انتوا بتلاحظوها بعينيكوا أكتر من أي حاجة تانية، هي مفيهاش شرح، هي بس ملاحظة. بس هي المفروض ان هي المفروض بعد ما يتحرك الحركة دي هتلاقوا ان الخطين دول خلى السي اللي هي تحت بتاعت الويف دي في النص بالظبط، زي مرمى، زي المرمى كده اللي بنضرب فيه في النص ده. فالإجابة هتبقى معانا سي مش بي. بي هنلاقي ان الخط ضارب النقطة دي، فلو كان ضارب النقطة دي معناها ان هي كانت متحركتش، وهي لا اتحركت حركة رفعت دي لفوق سنة، يمكن كده بقت اوضح. يعني الخط ده في النقطة دي بتاعت الويف اللي في النص جاي هنا، فمستحيل ان الخط ده يتحرك الحركة دي وتفضل النقطة دي هي بالظبط زي ما هو عمل في بي. فدي ما ينفعش بيولوجي خالص انها تكون هي اللي صح. بس يا رب تكون سهلة، يعني هي متهيألي كده وضحت اكتر. واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد.